سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميني. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. جيت غير نطلع لكم محطله اللي هي خفيفه طريفه، حيت بزاف اللي تيقول لي بلي انني تنونسهم. داكشي باش قلت اجي نشارككم خفا زربا واحد القصه عن رجل غادي يخطفوه الجن في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واللي وقعت بالضبط في المدينه المنوره. ولكن قبل ما تنسوش انكم تلتحقوا بالعائله اذا كنتي جديد، واذا كنتي من اهل الدار فالدار دارك. لنبدا. هذا واحد الرجل في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي غادي يخرج من البيت ديالو غادي للمسجد على اساس انه يصلي صلاه العشاء. مشى ومشاو كاع الناس باش انهم يصليوا، سالا ورجعوا بحالهم. هذا الرجل كانت كتسناه الزوجه ديالو واحد الوقيته فاش تعطل، كتقول مرتو بلي انه يمكن مشى يقضي شي غرض اولا تلاقى مع شي صاحبو اولا مع شي جار. الوقت غادي وكيتعطل والليل غادي في السواد ديالو، ولكن راجلها مازال ما جاش. النهار الثاني مشات كتسول عليه، واي واحد وقفت عليه واش شفتي فلان او لا واش جا عندك، كان جوابهم بلي انهم ما شافوهش. غادي تدوز الايام والليالي وهي على امل باش انه غادي يرجع، ولكن والو. ولا كلشي كيتسائل فين يقدر يكون مشاهد الرجل. الزوجه ديالو بقى لها حل واحد، انها غادي تمشي لعند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالت ليه يا امير المؤمنين انا رجلي خرج باش انه يصلي صلاه العشاء واختفى، بغيتك تشوف لي الوضع. قال لها غادي نعطيو لراجلك مهله نتاع 4 سنوات، فان عاد والا غادي تعتبري بلي انك مطلقه منه، حيت دابا ما نقدروا نديروا لك حتى شي حاجه. فعلا هذا الرجل ما رجعش، ما بقات عرفات واش مات ولا حي ولا هرب ولا شنو واقع عليه. عاشت في حيره من امرها حتى وصلت 4 سنين، وغادي تمشي من جديد لعند سيدنا عمر رضي الله عنه باش انها تفكروا. هو بدوره غادي يتاكد من هذا الامر، ولقى فعلا بلي انه ما كاينش ليه اثر طول هاد السنوات، وامر هاد المراه انه بامكانها انها تزوج من رجل واحد اخر. فعلا غادي تزوج. من بعد مده غادي يرجع هذا الرجل من جديد اللي اختفى في رمشة عين وبدون ما يخلي اثار. غادي يدخل لدارو وغادي يلقى مراته مزوجه. المهم بان ليه بلي انه كان في عداد الموتى، لا حوايج بقى ولا والو. مشى غضبان وكيخاصم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال لي عمر ايغيب احدكم عن زوجته مده من الزمان وياتي ويقول هذا؟ على اقل علم الاهل ديالك، علاش خليتهم معلقين؟ قال ليه اسمع يا امير المؤمنين، القصه ديالي طويله ولكن ان لي عذرا. قال لي عمر وما عذرك؟ سمعني هذه القصه. فقال وانا غادي نصلي صلاه العشاء جو واحد المجموعه من الجن اللي هما كفار خطفوني. قال لي سيدنا عمر علاش وكيفاش؟ قال لي ما عرفتش، المهم جو مجموعه منهم خطفوني وداوني للعالم ديالهم، واللي جلست عندهم اسير لمده طويله اللي ما عرفتش شحال هي. كنت وسط عالم عجيب وغريب ورهيب. واحد النهار غادي يغزو عليهم جن اخر من قبيله واحده اخرى ولكن كانوا مسلمين. هنا غادي توقع ما بينهم واحد المعركه، ومجموعه من الجن المسلمين نصرهم الله على هاد المشركين. فقال وكنت ممن سبوه، زعما خلوه. فجاو قالوا لي هاد الجن المسلمين تيبان بلي انك مسلم. قلت لهم اه. قالوا لي حنا محرم علينا اننا ناسروا وناذيو الاشخاص المسلمين، داكشي باش دابا غادي نخيروك اما تقيم معنا او نطلقوا سراحك لعند الاهل ديالك. انا قلت لهم طلقوني نرجع عند الاهل ديالي. تيقول بدينا كنتمشاو بالليل وبالنهار، بالليل تنسمع صوتهم وبالنهار كنشوف غير واحد العصا اللي كتمشى وانا كنتبعها حتى جيت وانا اليوم قدامكم. هاد القصة أثارت انتباه سيدنا عمر رضي الله عنه والحاضرون، وتعجب وغادي يسولو اش كنتي كتاكل عندهم وما أحوالهم نهار كنتي مأسور. قال ليه أما أكلي الفول زائد على الأكل الذي لا يذكر اسم الله عليه، وأما شرابي هو الجدف، والجدف معناها هو إناء لم يكن مغطى، بحال مثلا تتشرب من شي كاس وما كتغطيش كتخليه، فالجن كيجيو كيشربوا منه. داكشي باش قال شرابي الجدف وهذه هي حالتي. من بعد ما سرى القصة ديالو غادي يخير سيدنا عمر رضي الله عنه يا إما أنك عندك الحق ترجع للزوجة ديالك أو لا تاخد المهر اللي دفعتي، فاختار واحد منهم. وهنا كتسالي القصة، فشنو اختار الله أعلم. وخا صراحة ضراتني في راسي، ولكن في القصة كتسالي بلي أنه عمر بن الخطاب خيره. قصة عجيبة ياكو باش يتخطف إنسان من قبل الجن. ولكن بغيت نشارككم قصة واحدة أخرى قصيرة متداولة في جهة أزرو في الأطلس في المغرب. لما كنت كنمشي كل عطلة في الطفولة ديالي اللي ديما كنت كنسمع هذه القصة كتداول ما بين السكان تاع ديك المدينة. القصة نتاع واحد المرأة يقال بلي أنه كانت دايزة شي نهار من بعد العصر مع شي حد من العائلة ديالها، وبنت لها في جنب الطريق جرانة أولا ضفدع حامل، وهي توقف عندها وتحنات عليها وقالت لها
من باب المزح نهار تبغيت ولدي عيط عليا نقابلك ما دازش بزاف. واحد الصباح ولادها شافوا امهم انها ما خرجاتش من بيتها، دخلوا يقلبوا عليها ما لقاوهاش. ابتداء من داك اليوم غادي تختفي ديك المراه تقريبا واحد 24 ساعه. ولادها عائلتها عيوا ما يقلبوا عليها ويتسناو فيها، ما كاينش ليها اثر. فاذا بهم بعد ديك المده اللي اختفت فيها غادي يفيقوا من جديد وغادي يمشيو يلقاوها في بلاصتها، ولكن شبه مشلوله او لما قدرتش انها تدوي لما تعرضت اليه من ديك الصدمه. فمن بعد ما كانت كتسترجع الصحه ديالها غادي تعاود لهم القصه وشنو وقع فيها. قالت لهم شفت واحد المراه بالليل وقفت عليا وجات هزتني، حتى غادي نلقى راسي في واحد البيت فيه مراه حامله قابله على الولاده، وهي تقول لي انا هي ديك الجرانه اولا الضفدع اللي وعدتيني انك تقابليني، وانا جبتك دابا باش انك تقابليني. هذيك الضفدع ما كانتش ضفدع ولكن جن اللي غادي ياخذ الصفه ديالها. كتقول باللي كانت غارقه في ديك الصدمه لهول المنظر اللي شافت اولا اللي كانت وسط منه، وهم يرجعوها منين جابوها. المهم القصه كتسالي هنا، ولكن هاد القصه غادي تفكرني في قصه واحده اخرى نوعا ما شبيهه منها اللي وقعت في عهد سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. انت واحد الشاب في غزوه الخندق اللي الله تزوج وجات الغزوه، وكان الخوف ان الناس تفقد الاهل ديالها، وخاف هذا الرجل انه يفقد الزوجه ديالو اللي الله تزوج بها. فهو بدوره غادي يستاذن من سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام باش انه يمشي يشوف مرته. فقال لي الحبيب خذ سلاحك اخشى عليك بني قريضه، ومشى هذا الرجل. كيف غادي يوصل بنت ليه الزوجه ديالو بالملابس نتاع الدار خارجه على برا دارها؟ هذا صحابي عربي يلاه تزوج، ومرته خارجه من الدار بحوايج ديال الدار، كيف شافها غادي يهز داك الرمح. ديك الساعه الزوجه ديالو غادي تنطق وتقول ليه ما تستعجلش بلاتي، دخل الدار تشوف اشنو اللي خرجني. غادي يدخل فاذا به كيشوف حنش او ثعبان على الناموسيه ديالهم، غير هو شافو غادي يهز الرمح وغادي يضربو على راسو، فاذا بالثعبان غادي يموت. غيفرح الرجل حيتاش قتلو من اول ضربه. فمات الثعبان ومات الفتى، ماتوا بزوج. فمشاو الناس عند رسول الله عليه الصلاه والسلام وقالوا لي الخبر اللي وقع لهذا الصحابي. يا رسول الله هاشنو وقع؟ فقال الحبيب ان بالمدينه جنا، زعما كاينين في كل مكان. ان بالمدينه جنا قد اسلموا، فاذا رايتم شيئا فاذنوه ثلاث، زعما حذروه ثلاثه ديال المرات قبل ما انكم تاذيوه، فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فانما هو الشيطان. يعني ماشي غير تشوف شي حاجه بحال هذا الشيء في حيوانات عندك في الدار وتجي تقتل هذيك الساعه. هذا الصحابي وشنو وقع ليه مع حيه اللي كانت من جن مسلم، داكشي باش مات معاها. يقدر يكون منهم المسلم المؤمن الورع التقي دخل خطا، فما خاش الاستعجال باش انك تاذيه. يعني هذا النوع ديال القصص اللي كنصادفوا فيهم اليوم في حياتنا فليس بغريب او لا خارق للعاده، حيتاش كاين ومتداول من عهد سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. كاينه قصه واحده اخرى شهيره اللي وقعت هذه السنوات الاخيره اظن في السعوديه، نتاع طفله اللي كانت كتختفي لمده 14 سنه في ظروف غامضه. من بعد البوليس والعائله والسكان ديال ديك القبيله غيبقاو كيبحثوا، في الاخير غادي يكتشفوا بلي انه اختفائها بفعل فاعل واللي كان الجن. المهم هي قصه رائعه وغادي نشاركها معكم قريبا ان شاء الله، غادي تعجبكم حيت كلها سسبنس. واخيرا اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق. كنتمنى هاد الطليله ونستكم بها. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو يمكن بعد غدا. سلام سلام.